بقى مخدودة ليه بقى ان شاء الله؟ عشان زايدة. زايدة كام كيلو؟ زايدة نص تقريبا او وده تقريبا. السبب ايه بقى؟ المكسرات. طب ماشي. الطحينة. ايوه انا عكي. انت كيتو بس بتعكي من جوه المنهج. بتاكل مكسرات يا جماعة وبتاكل ايه؟ وباكل طحينة. وطحينة؟ وايه تاني؟ هما دول اللي انا لخبطت فيهم، المكسرات والطحينة. بالرغم انها كان بادئة كام كيلو في الكيتو؟ 127. بص 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 الميزان كام؟ 89 وتلت 400 وهي الاسبوع اللي فات كانت 88 ونص. ماذا الذي حدث؟ كنت بادئه كام قبل الكيتو يا هويده؟ 127. كانت 127 كيلو ونزلت كام كيلو؟ 39. كنت ملتزمه في الاول قد ايه؟ كتير كتير. ولو كانت بتعك من جوه الكيتو كانت بتخس ليه؟ كان حرقها عالي، كلما زاد الوزن زاد معدل الحرق، لما بيجي تخسي الحرق بيه بيقل. فده حلقة المستفادة من الدرس ده عشان الناس ايه تخش اعترفت من اول قلم. ايوه اول نظرة اعترفت. انزلي انزلي بس. بيقولوا عليا ايه؟ ان انا ايه شرس وبزعق. لا خالص، احنا اللي بنخليك تزعق على فكرة. اللي بيحور عليا، اللي بيحور عليا يخش يقعد يقول لي بقى يا دكتور انا دكتور انا زي الفل انا مش عارف ايه انا والله مش بيحسسني ان انا مش فاهم حاجة خالص خالص. لا 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 مش حضرتك المشكلة، احنا اللي بنعكس. هي بتاكل ايه؟ سمسم، بتاكل طحينه، بتاكل مكسرات، وبتاكل بروتينها. ايوه بزود وبتزود بروتين، وبتاكل بيض عادي وعايشه حياتها عادي جوه الكيتو. اي نعم ما بيرتفعش مستوى السكر في الدم، ولكن هي رافعه كفتين طاقه، رافعه البروتين ورافعه الكربوهيدرات ورافعه الدهون، رافعه الدهون والكربوهيدرات. تاني احنا برنامج كيتو وفي المراحل المتقدمه في الكيتو يا هويده لازم تكوني محدده كم البروتين ولازم تكوني محدده كم الايه مش الدهون الكربوهيدرات. ارفعي الدهون مفيش مشاكل، عايزه تخسي اسرع قللي دهون، عايزه تخسي ببطء زودي دهون. بس ده واحنا فين في المراحل المتقدمه. هي بقى لها كام شهر كيتو؟ ستة. ست شهور كيتو، فوصلت ما شاء الله لحد هذا الوزن اللي يعني ومنحسه معانا. مش عايزه ايش وصفات؟ ايش تشتري مش عارف تورته كيتو؟ ايه ده مش عارف تعمل ايه؟ بتعملي ايه انت؟ ما بعملش حاجه، انا مش هعمل. تيجي معايا الايفنت بتاع الجمعه بتيجي تعمل بتيجي تغير مود جو جميل. وهي اللي صورتنا المره اللي فاتت يا جماعه، هو ايه ده اللي صورتنا؟ بس هي قدام الكاميرا دلوقتي وعداكم انها ايه هتلتزم. خلاص؟ معايا؟ هنلتزم؟ اكيد. وهنوصل للوزن اللي احنا عايزينه، احنا خلاص فضلنا بتاع 10 كيلو على المثال صح؟ 10 كيلو على المثال. قدام الكاميرا بقى هويدا لازم تبقى انت مقتنعه ان يعني انك انت ال 10 كيلو دي وعدي الناس انه قبل رمضان ولا بعد رمضان؟ ده اكيد ان شاء الله قبل رمضان. لا كان مده واقعيه، رمضان فاضل له شهرين ونص، هي مفتريه. وان شاء الله هنزلهم حجري. ماشي. طبعا زي ما انتم شايفين هويدا بتبلطج في نظام الدايت، وزي ما انتم عارفين الكيتو دايت طبعا ليه شروط لازم تدخلها، ولازم تبقى انت ما عندكش حصوه كلى ولا حصوه مراره عشان لما تيجي ترفع الدهون ما تاذيش المراره، ولازم يكونش عندك انيميا او مخزون الحديد واقع. فاحنا لازم بنظبط الحاجات دي قبل ما تدخل الكيتو، او بتبص على التحاليل دي وما يكونش عندك دهون ثلاثيه وكوليسترول عالي، فالتدرب مطلوب عشان حاجات كتير جدا. عشان لو انت عندك كوليسترول في الدم ودخلت كيتو وهتلاقي نفسك مهبط ودايخ هتتهم ان الكوليسترول بيزيد، بيبقى اتهام باطل. فلازم انت هتبقى انت مظبط ومأهل نفسك للكيتو. هويدا ما دخلتش كيتو من اول اسبوع، هويدا دخلت كيتو من الاسبوع الثالث او الرابع بناء على رغبتها، ولكن بحذر شديد وهو التدرج. برنامج الكيتو زي ما انتم عارفين في بدايه الامر احنا بنرفع الدهون عشان نعلم الجسم ان هو يحرق دهون في ظل اختفاء ايه، ركز في الجمله، النشويات والكربوهيدرات وتقنين البروتين. فانت لو انت في برنامج الكيتو رفعت الكربوهيدرات وحضرتك رافع الدهون، فانت ممكن يحصل لك ثبات وزن او زياده في الوزن. لذلك احنا في الكيتو دايتس احنا بنبقى احنا عارفين بنعمل ايه، تقليل الكربوهيدرات فبزود ملح البوتاسيوم، وانا بقلل الكربوهيدرات بعمل ايه، باخد الليمونه المخلله. الليمونه المخلله بتساوي معلقه ملح عاديه. طب يا دكتور الملح البوتاسيوم انت بتوصفه لنا هتاخد معلقه منه، يبقى انت في الكيتو دايت بتعوض نقص الكربوهيدرات بمعلقه ملح عاديه، او بتاخد زيتون مملح حوالي 10 زيتونات. ليه يا دكتور؟
انت بتقول كده اهوت ليه؟ عشان نقص الكربوهيدرات ها بيؤدي الى ايه؟ فقد الاملاح وفقد الصوديوم من جسمك، وفقد الصوديوم في جسمك لو نقص منك بيسبب اعتلال مرضي في الكلى، فلذلك لازم تعوض نقص الصوديوم بانك انت تاخد ملح العادي او تاخد ملح الزيتون المملح عشان تعوض هذا الفقد. طب يا دكتور مرضى الضغط، يا دكتور ياخدوا ليمون مخلل؟ مرضى الضغط الاول حاجه لو كان ماشي على برنامج، لو على تابلتس بان هو بيظبط ضربات قلبه خلاص ما يوقفوش، انما لو كان بياخد مدررات البول لازم يوقفه في الكيتو، ولازم يستشير الطبيب الاول ان هو هياخد في نظام شديد الانخفاض في الكربوهيدرات. انا ما برضاش حتى لو المريض جاي لي عايز كيتو ما برضاش كيتو من اول اسبوع، لازم التدرج مطلوب. تاني التدرج مطلوب احفظها، لكن مش معنى ان هوايده زي ما انتم شايفينها دخلت كيتو يبقى انا بنصح الكل يدخل كيتو، لا انا بنصح الكل بتغيير اسلوب حياتك، لانك انت لو ما غيرتش حياتك وفي اول يعني في اول لما تقعد قاعده بينك وبين نفسك خلاص ايه اللي انت عايز تخسه في خلال 4 شهور؟ غلط، الاجابه غلط. عايز تخس قد ايه؟ تخس مثلا 30 كيلو او 40 كيلو في 6 شهور؟ الاجابه غلط، لكن الاجابه الصحيحه الوصول الى رشاقه الى الابد دون العوده الى السلوكيات الماضي. السلام عليكم.